دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لمحو بلدة حوار الفلسطينية تحرج الحكومة الإسرائيلية وتضعها في موقف لا يحسد عليه أمام الإدارة الأمريكية. واشنطن انتقدت هذه التصريحات وطالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتنصل منها علناً. إننا نعتبر التصريحات الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي لمحو قرية فلسطينية غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز، فبقدر ما ندين العنف نحن ندين كذلك التحريض عليه. الإدانة الأمريكية تشير إلى تزايد الانتقادات في واشنطن تجاه الحكومة الإسرائيلية، وتأتي بعد أيام من استنكار البيت الأبيض لأعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون في حوارة، ودعوته تل أبيب إلى محاكمة الجنات وتعويض عشرات الفلسطينيين الذين دمرت ممتلكاتهم. وسموتريتش يرأس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف ويمارس دورا إشرافيا على المستوطنات في وزارة الدفاع، كما أنه مسؤول عن الهيئة التي تسمح ببناء المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين في معظم أنحاء الضفة الغربية. ومع تصاعد الإدانات اتهم الوزير الإسرائيلي وسائل الإعلام بتشويه تصريحاته، ولكنه لم يتراجع عن دعوته لمحو البلدة. وحوار بلدة استراتيجية جنوبي نابلس تقع على طريق رئيسي يستخدمه كل من المستوطنين والفلسطينيين، مما يجعلها بؤرة توتر متكرر. وقد تعرضت نهاية الأسبوع الماضي إلى هجمات عنيفة جرى خلالها حرق منازل ومركبات تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي، وخلفت هذه الأعمال خسائر بملايين الدولارات.